هنا في جنبات الحرم المكي، حيث يفترض أن تكون مشاعر حجاج بيت الله الحرم في أسمى صورها في غرة شهر ذي الحجة، لكن ليس هذا حال الحجاج الليبيين من كبار السن. أوضاع أقل ما يقال عنها كارثية يعيشها الحجاج الليبيون من كبار السن، الذين وجدوا أنفسهم دون عائل يلبي احتياجاتهم ويرعى شؤونهم. ما عايز تطلع بروحك يا حاج تضيع. افرض عليهم افرض رازيهم ايه؟ فوق العمر مش ضروري تو الظهر. افرض وخلي الجو يبرد بعدين اغسل يسكنوك في حجرتك يعطوك شنطتك وبعدين تطلع انت والمجموعه اللي معك. المعاناة تنوعت بين حالات التشويش الدهني والكسور وغسيل الكلى، وحالات الوفاة وصلت إلى 3 أشخاص قبل حتى الشروع في أركان الحج الشاقة، ما ينذر بوقوع أسوأ من ذلك إن لم يتدارك الوضع. وين دارك؟ وين دارك؟ قال لي وين دارك؟ دارك وين؟ الحجرة متاعك وين؟ الحجرة متاعك وين؟ من هي؟ الحجرة الحجرة من يركبك فوق انت؟ من يركبك فوق؟ وين؟ انت من يزابك هنا؟ وين؟ من يزابكم يا حاجة فوق؟ من يزابكم انتم يا حاجة؟ حال كبار السن من الحجاج يلزم بعضا منهم البقاء داخل السكن الخاص بهم لتدهور حالتهم الصحية، بحسب ما أفادت به مصادر من داخل بعثة الحج للنبأ. لم يقف الحال عند هذا الحد، فهيئة الأوقاف المكلفة بشؤون الحج لهذا العام لم تظهر أي تحرك فعال لاحتواء المشاكل، وهي التي وضعت مشرفا واحدا على كل 48 حاجا، ما يجعل أمر مراعاة الحجاج كلا على حدة مستحيلا. كلفوا لجان طبية بالكشف على هؤلاء، حدث التجاوزات في هذه اللجان الطبية، وأنت تعرفي وضعنا في ليبيا، وضع كويس عارفات ما هو مخفي على حد، حدث تجاوزات في اللجان، وأتى هؤلاء الحجاج بطريقة خاطئة، ونحن نتحمل جزء من هذه المسؤولية على هذا في هذا، ولكن الذي يتحمل مسؤولية الأكبر يتحمل مسؤولية الأهالي الذين بعثوا به. على من تقع المسؤولية؟ سؤال لا تزال إجابته غامضة حتى الآن، وتائهة بين الهيئة واللجنة الطبية وذوي الحجيج الذين سمحوا لهم بالذهاب، لكن الواقع يلزم جهات الاختصاص بتدارك الوضع قبل أن تقابلها نتائج لا تحمد عقباها.